أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج الاستديو الرياضي. في هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني، الحلقة المتميزة والتي سوف نتحدث فيها عن التدريب وعلاقته وتأثيره على الرياضيين في مختلف الألعاب. أيضا سوف نتحدث عن الجانب التكتيكي والفني للبطولة الأمتع والأكثر متابعة من الجمهور الرياضي والشارع الحضرمي، كأس حضرموت للجولة الثانية التي انطلقت مساء يوم الخميس الماضي بتاريخ 27/9 في شهر سبتمبر، لأندية وادي حضرموت التي لعبت الجولة الأولى والجولة الثانية والتي بدت فيها تحت اسم بطاقة التأهل للدور الثاني. بالنسبة لأندية ساحل حضرموت سوف نتكلم ونتحدث عن الجولة الأولى والتي انطلقت في هذا الأسبوع. قبل ذلك ينضم إلينا هنا في هذا الاستديو الأستاذ والكابتن القدير الخلوق عمر سالم باشامي، مرجع لكل الرياضيين وخبير كبير في كرة القدم، درب العديد من المنتخبات الوطنية وأيضا الأندية منها التلال وأهلي الحديدة و22 مايو. أهلا وسهلا بك كابتن عمر سالم باشامي هنا في برنامج الاستوديو الرياضي. أهلا وسهلا، ونتشرف بوجودنا في قناة حضرموت. حياك الله معنا. أيضا في هذه الحلقة ينضم إلينا الضيف الآخر الوافد من وادي حضرموت والقطن، من نجوم الزمن الجميل، أمدع وتألق في وسط الميدان، كانت بدايته مع نادي شباب القطن في الستينيات، لعب لنادي الأحرار بالمكلا، من أبرز نجوم وادي حضرموت في السبعينيات، الكابتن صالح بن علي بن دغر. أهلا وسهلا بك في برنامج الاستديو الرياضي. مرحبا وسهلا. إذن تحية طيبة لك الأستاذ صالح بن علي بن دغر في هذه الحلقة المميزة. أنت خبير كبير في عالم التدريب، والتدريب مهنة صعبة ويعرفها كل الرياضيين. لو تعطينا لمحة عن أداء وتقييم المستوى التدريبي للأندية في بطولة كأس حضرموت الحالية. شكرا جزيلا لقناة حضرموت على هذه الاستضافة، ونتمنى أن تتكرر وتتعزز اللقاءات الرياضية مع قناة حضرموت والتي تمثل في الدرجة الأولى أبناء حضرموت، حضرموت التاريخ، حضرموت الأصالة. ومن ناحية التدريب، التدريب في حد ذاته هو علم العلوم الحديثة. التدريب يدرس النواحي البيولوجية للحيوان والنبات والإنسان، وكلمة بيولوجي معناته علم الأحياء، تطوير علم الأحياء. فعلم التدريب يطور علم الأحياء من إنسان إلى حيوان إلى نبات، وهو من العلوم الحديثة اللي برزت في نهاية القرن العشرين. ومهمة التدريب الوصول باللاعب إلى أرقى المستويات. ومن المؤسف جداً إنه التدريب في الأندية حاليا تكاد تكون متواضعة جدا بالنسبة للكادر الذي يسهم إسهام في الرقي بمستوى اللاعب. فالمدربين حاليا تقريبا في جميع أندية الوادي والساحل مدربين لا يمتلكون الخبرة ولا يمتلكون حتى التأهيل البسيط، أفراد قلائل ما يعدون بالأصابع في المكلا وفي سيون الذين يدربون 2-3 فقط. أما بقية الأندية عندنا 43-44 نادي الآن، المدربين من الشارع. والتدريب مهمته لارتقاء مستوى اللعبة أولا وتطوير قدرات اللاعب. في نفس الموضوع، ماذا ينعكس سلبيا أداء المدربين كما ذكرت؟ التدريب ينعكس على سلوك وأداء اللاعب داخل الملعب. من ناحية السلوك، فعلى سبيل المثال في وادي حضرموت 8 مباريات ارتفعت 38 كرت أصفر
وكرتين أحمر، هذا يعود للتدريب والمدرب ودور المدرب في الارتقاء بسلوك اللاعب. يعني معدل في كل مباراة تقريبا 4.5 في كل مباراة، وهذا شيء كبير غير لايق. يعني بطاقة بطاقتين في المباراة معقولة، لكن تصل إلى 4.5 في 8 مباريات، 38 كرت أصفر وكرتين أحمر. لا أدري بالضبط عدد البطاقات اللي طلعت في الدور الأول في الساحل، لكن في الداخل بطاقات كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق أن يكون سلوك اللاعب بهذا المستوى. والجانب الفني ينعكس برضه، إذا كانت قدرات المدرب متواضعة، قدرات المدرب، مدرب فريق شعبي يدرب نادي ما يصير. الشيء الثاني اللي هو أسوأ من هذا كله أنه الأندية لما تجي بطولة، البطولة تحتاج إعداد، الإعداد يصل من أقل شيء 10 إلى 12 إلى 16 أسبوع، أقل حاجة، أقل تقدير إعداد اللاعب فعلا. لأنك بتعد اللاعب نفسيا، بتعد اللاعب بدنيا، بتعد اللاعب فنيا، فهذه غير موجودة على الإطلاق. ولذا أنه اللاعب ما يستمر، ما يدوم في الملاعب، لأنه يندر البطولة ولا يكمل البطولة، بعضهم يصاب نتيجة عدم الجاهزية. الجاهزية للأداء في البطولات حاليا سيئة جدا، وهذا يعود إلى الظروف اللي تعيشها الأندية. فالأندية لا تمتلك إمكانيات مادية بحيث أنها تعد الفريق لفترة زمنية طويلة، فيجيبون لك مدرب من الشارع يقولوا له يلا تعال درب، خلال أسبوع ولا أسبوعين 3 أسابيع بالكثير جهز فريق، ما يتجهز الفريق خلال شهر ولا شهرين حتى. فعلا حقيقة. شكرا سعودي لك. في نقطة أخرى الآن الكابتن القدير عمر سالم باشامي في نفس الموضوع، هناك فروقات بين تدريبات الألعاب مختلفة الرياضية في المجال في كرة القدم، وأيضا أنت لك خبرة كما علمنا بأنك من أحد مؤسسي لعبة كرة السلة في نادي الشعب بحضرموت. إذا أنضم إليك في نفس الموضوع، لو تعطينا فروقات التدريب في المجال كرة القدم ومجال كرة السلة. في الحقيقة في علم التدريب يعني هناك قواعد مشتركة في جميع الألعاب، خصوصا فيما يتعلق بعملية علوم التدريب، فيما يتعلق بالجانب البدني، فيما يتعلق هناك الفروق تأتي في الفئات العمرية السنية. يعني يختلف التدريب في عند اللاعب الناشئ عن اللاعب اللي يصل إلى سن اللعب يعني في مع الشباب، وهناك مع الفئات مع المستويات العالية. فهنا يتميز كل جانب من هذه الجوانب بمدرب بعلوم خاصة وبأداء خاص وبأساليب خاصة في ذلك. أما قضية العلوم المجتمعة يعني علم التدريب قواعده تكاد تكون واحدة يعني عامة فيها. فمثل ما أشار الزميل الكابتن صالح في هذا الموضوع، يعني هي عملية بناء متكاملة يعني تجمع بين الإعداد النفسي والبدني والفني، هذه جوانب الأساسية في علم التدريب. فإذا قدر المدرب أنه يوصل باللاعبين إلى مستويات في هذه الجوانب نجح المدرب في أدائه وفي عمله. عندما أتحدث عن لعبة كرة السلة مثلا، هي لا تختلف في هناك تختلف المهارات فقط، يعني عملية المهارة، هذه اللعبة بالقدم وهناك لعبة باليد، فهنا الفروق والاختلافات فيها. في نفس الوقت يعني وقتها الزمني يختلف عن لعبة كرة القدم، هذيك ساعة ونص وهذا يعني يتعاملوا مع الشوط في حدود أقل يعني من هذا الزمن، في حدود 20 و15 دقيقة، ويأخذ الآن وقتين للراحة في المباراة الواحدة. وهي من الألعاب الممتعة وفي نفس الوقت من الألعاب تكاد تكون المجهدة أكثر من لعبة كرة القدم فيها. فلذلك تتطلب على مدرب على دراية وعلى معرفة بقوانين هذه اللعبة، ثم بعملية
كيف يؤدي اللاعب يعني تمارينه في الاعداد البدني، ثم ياتي في الجوانب الفنيه التي يؤديها هذا اللاعب، وهنا تتجلى قدرات المدرب. فالمدرب الناجح يستطيع ان يقوم بمثل هذه المهام، والمدرب طبعا الذي ما عنده درايه ولا عنده خبره ولا عنده معلومات عن هذه المساله طبعا يكون تدريبه ناقص. فعمليه اصعب شيء في عمليه هذا هو عمليه الاداء البدني. صح، كيف فعلاً تنظم هذه العمليه هي من اصعب العمليات تعتبر في تدريب الالعاب المختلفه فيها. نجحت المدرب وعرف بالاسلوب، يعني ما اعتقد انه في كثير من اللاعبين او كثير من المدربين الذي ما عنده درايه عنده مباراه في الاسبوع هذه وتجد انه مش عارف يوزع التدريب خلال ايام الاسبوع. فهنا الفورمه في خلال الاسبوع مهمه جدا. فاشار الكابتن يعني لهذه المساله، ان المساله ليست بالسهله، ولكن هي علوم ومعرفه وتطبيق. صح، يعني تقريبا تكاد تكون المعارف عند المدرب تكون في 60% والتطبيق يكون في حدود 40% تقريبا. اذا كانت معلومات وافره مش عارف ايش يعني ترتبط بالجانب التطبيقي فيما بعد. فهنا الفروق. اما قضيه الالعاب المختلفه يعني السله تختلف تدريبها عن لعبه كره الطائره، يعني الاختلاف في المهارات. اما في عمليه جوانب التدريب فهي علم التدريب هو واحد في كل الجوانب الالعاب المختلفه. انت ذكرت بانك المدرب يتطلب علم ومعرفه جيده، ما هي المؤهلات من وجهه نظرك التي يحتاجها المدرب الناجح لكي يصل الفريق الى برلمان؟ فالمؤهلات يجب اولا ان يتاهل في هذه الجوانب اللي ذكرناها وذكرها الكابتن ايضا فيه. يعني علم التدريب يجب ان يكون ملم بعمليه علم التدريب، يعني معرفه تامه جمله وتفصيل. يعني إعداد بدني وإعداد نفسي وإعداد ذهني وإعداد مهاري، يعني هذه مهمة جدا يعني بالنسبة للمدرب، بدونها لا يمكن أن نطلق عليه مدرب. الجانب الآخر الجانب التربوي أيضا، علم التربية. صح، يعني يجب أن يعرف نفسية اللاعب، يعرف عن اللاعب الكثير، كيف ينام، كيف يتغدى، كيف يعني يقضي أوقاته، يعني وهذه مهمة جدا. نحن قد تكون غايبة كثير من هذه الأمور عندنا. المدرب لا يعرف إيش أكل اللاعب، ويجي يؤدي تمارين يعني قوية جدا، قوية بالنسبة له، يعني فعلا يعني يكون التقبل فيها أو يكون يعني المردود عكسي بدل ما يكون إيجابي بالنسبة لهذا اللاعب. فعلا هذا الموضوع. أعود إليك الأستاذ صالح في نفس الموضوع، أنت كمدرب كيف تتغلب على العوامل النفسية وخصوصا في الأدوار الإقصائية؟ أولا يكون بينك حلقة وصل، حلقة الوصل تكون ودية مع اللاعب، تعرف ما بداخل اللاعب. إذا عرفت ما بداخل اللاعب وعرفت المشكلة سيكون لها حل أكيد، وهذا مهم جدا في علم السلوك. لاعب عنده مشكلة موجودة لازم تعرفها، تدلل المشكلة هذه وتعطيها الثقة في النفس، تعطيه الثقة في النفس انه هذه مشكلة بسيطة وبإمكانك تتغلب عليها وانت قادر تتغلب عليها، وتجعله كأنه راجل مش شاب صغير او طفل، او كأنه راجل معك. لما تعطيه ثقة بالنفس وتهديه بيقدر يحل مشكلته وبيقدر يعطي لك في الملعب، وهذا مهم جدا. الجانب السيكولوجي علم النفس، يقولون له علم النفس، علم السلوك، فهذا مهم جدا المدرب يلمبه علم السلوك، هذا مهم جدا. فكل ما أعطيت اللاعب الثقة في النفس كل ما أعطاك، ولكن عندما تنزع الثقة من اللاعب، اللاعب ينظر لك بنظرة سيئة، وينظر لك بنظرة أنك عدواني له. لكن لما تقوم إلى جانبه وترتفع معنويته وتشيد بالجانب الإيجابي اللي فيه، هذا يساعده في أنه يواكب الله. لكن لما تظهر عيوبه ومشاكله وتظهر السيء فيه، أي إنسان أي كان ما يحب أن تظهر عيوبه. فعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال في
بيت شعري قال: أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب. أن أعيب وأن أعاب. فطبيعة البشر. لكن أنت ابنك وهو ابنك لما تضربه وتعشي وده ما يمحك فعلا. لكن لما تيله بكلام طيب أنت شوفك رجال، أنت فعلك، أنت كذا، تمدحه وتشجعه ما يمحك. وهذا اللي هو مطلوب. بالنسبة للنظرية كمدرب، يعني بالنسبة للأداء المدربين عندنا تقول في الساحل وأما في الوادي أداء سيء من بعض المدربين، لكن ماذا يحتاج مدرب اليوم، المدرب الوطني الحضرمي، كدورات، كتأهيل، من وجهة نظرك كخبرة سابقة في مجال التدريب؟ حقيقة في السنوات الماضية، الخمسينات، الستينات، السبعينات، تمام، لا نعرف حاجة اسمها مدرب، لا في كرة قدم ولا سلة ولا طائرة. يجون نحن مدرسين، بس كانوا مدرسين أجلة، مدرسين طيبين، مدرسين مخلصين في كل المجالات، التعليمي والتربوي والفني والرياضي إلى آخره. فهم اللي مشوا وقادوا وطلعت نجوم كبيرة، قامات كبيرة جدا في حضرموت الوادي والساحل. فعلى سبيل المثال أنا لو جيت بقارن هنا مثلا في الستينات، أنا ما بحص اللاعب كما سالم عيضة الآن موجود في نادي الشعب، ما بحص اللاعب كما حامد رحيم خان، ما بحص اللاعب كما بن همام يقولون لعمارو، ما بحص اللاعب كما أيوب جمعة اللي عاش في الملاعب أكثر من 20 عام. من دربوا أيوب جمعة؟ دربوا ناس بصفة من الإدارة من الفريق، بس كان ود بينهم وكانوا يتكاتفون وكان تجانس بينهم. فالود والتجانس هو اللي يخلق التنافس والارتقاء بالمستوى. الآن ما عاد في هذا التجانس، ما في تجانس بين اللاعب واللاعب، بين الأخ وأخيه في فريق واحد، كل فريق قوة ائتلافية ضد الفريق الثاني، هذا غير موجود، الائتلاف ما موجود. أبسط مشكلة ولا حاجة ولا شيء، وهذا يعود للواقع الإداري. الواقع الإداري مهم جدا. أنا بالأمس ما عندي إداري متعلم، ما عندي مدرب متعلم في عام 60 70، في السبعينات ما حد مدربين، ما حد إداريين نزلوا تنظيم إدارة، لكنهم من البيئة، من الوسط، ويتعاملون بود وبحب وإخاء. يا سلام على الزمن الجميل. هذا اللي حاصل في الزمن. في الوادي عندنا في نجوم كبار، الأستاذ عمر يعرف هذا، موجودين، وكان فيه التنافس بين الساحل والداخل على الارتقاء بالمستوى. كانت فرق الوادي تطلع للساحل وفرق الساحل تنزل، التضامن نزل، الأهل نزل. هذا مش الآن، بقول لك أيام زمان قبل الدمج، نادي المكلة فيه 5 أندية، فيه الأحرار والكوكب والوحدة والاتحاد والشباب. المكلة من السد تحت لما فوق 5 أندية. في الشاري نادي الجنوب اسمه الجنوب كان اسمه، في ديس شعب قري اللي أسسه قائد عسكري بريطاني في المعسكر فوق هناك، يطلعون الشباب، كانت الناس قليلة، يطلعون الشباب من الديس إلى الملعب حق الجيش. جميل. فوق الآن فوق الجوازات، هذه الجوازات معسكر إلى الآن موجود المعسكر، وكانوا يتمرنون ميوعة من أصحاب الديس مع الفريق. وفجأة شافوا الإقبال على اللعب، قالوا إيش رأيكم نبني نادي أهلي، وقوا نادي أهلي. وإلى الآن اسمه يقولون له شعب قري، نتيجة للقائد العسكري هذا المؤسس. وجاءوا بعدين في الفترة هذيك جاءوا رؤساء في الأندية، فطاح الكبار. على سبيل المثال مثلا نبعطيك مثال، عمر عبد الرحمن بسنبل، شفت كيف؟ عندك باعوم أحمد عوض باعوم، عندك في التضامن زمان في شباب الجنوب كان معاهم حسين الأرضي، في الديس هناك بعدين لما تحول نادي أهلي عندهم حسين الهندي، وقاموا مسامات في الغير نفس الحال في الشحر هناك واحد يقول له منصور عبد أحمد، في الغير كذلك نجوم وهامات كبيرة، إداريين رؤساء أندية، وما كانوا متعلمين ولكن العلم كان في راسهم. أنا هم يبدعون ويألفون. ففي السابق المدرب ما موجود. أكيد أنت ترى أن الجانب النفسي والعامل الودي بين اللاعب والمدرب شيء مهم. مهم جدا.
إذا ما في علاقات قائمة إذن صحيحة. سأعود لك للحديث أكثر عن هذا المجال. مكتب الشباب والرياضة اليوم كيف من خلاله ربما يطور المدرب الوطني الحضرمي؟ كيف يعني كيف سيقام مثل دورات؟ أنتم كخبرة رياضيين ماذا عليكم أن توجهون مكتب الشباب والرياضة في هذا المجال؟ في الحقيقة يعني ليست علينا هي عملية توجيه مكتب الشباب والرياضة، ولكن هذه تقع مهمة التأهيل والتأهيل في صلب عمل يعني مدير مكتب الشباب والرياضة. لابد أن يكون عنده برنامج، تكون عنده خطط معينة في عملية التأهيل، في عملية إعداد المدربين وحكام وما شابه ذلك. فهذه مهمة من مهمات مدير مكتب الشباب والرياضة. وفي الحقيقة هو مدير مكتب الشباب والرياضة يعني تعين في وقت قريب يعني، ولكن يتطلب منه مجهود أكبر جدا كبير جدا، بحيث أنه يقدر يواكب المرحلة اللي سبقته في عملية التأهيل والتدريب في مجال المدربين وفي مجال الحكام وفي مجال حتى في مجال الإداريين. لابد من إيجاد دورات لتأهيل المدرب الإداري الذي مش فهم بعمله لا يستطيع، لأن هناك حلقة متواصلة إدارة زائدا يعني جهاز فني زائدا لاعبين زائدا أيضا ناس داعمين للجمهور. مهمة جدا هذه المسائل فيها. ففي اعتقادي أنه من المهم أن يتأهل المدرب تأهيل علمي صحيح، يتدرب يأخذ الدورات المحلية ثم يأخذ دورات يعني فيما بعد خارجية، ويأخذ أيضا التأهيل العلمي الدقيق يعني في معاهد وفي جامعات يعني تعد المدربين أعداد كامل. فالعالم كله الآن أصبح يتعامل بأسلوب العلم، ما فيش يعني حاجة اسمها هناك لاعب موهوب صح كلام موجود فيه، وهناك لاعب مصنوع كيف صنعوه؟ ما هو مكينة ولا اسمه ذو، لكن صنعوه صناعة تدريب. يعني هذه المهمة تقع على مكتب الشباب والرياضة، ونامل أن تكلل الجهود الأخ مدير مكتب الشباب والرياضة بالنجاح يعني في هذا. أبرز الدورات التي أخذتها أنت كمدرب خبرة سابق، هي أبرز الدورات تعطينا لمحة عن أبرز الدورات التي أخذتها في هذا المجال؟ أخذت دورات على مستوى محلي، محل دورات يعني داخلية، وعلى يد مدربين يعني من الخارج يعني أبرزها الاتحاد يعني دورات تدريب دورات تدريبية في 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 الستينات يعني، خصوصا بعد بدأت يعني أترك أو في السبعينات بعد ما بدأت أترك اللعب يعني فيها. فأخذت يعني دورات محلية بمدربين، هي الدورات تأتي في سي وبي وإيه يعني هذا التدرج فيها هذا على مستوى النطاق الآسيوي. وفيما بعد هذه الدورات يعني بإمكانك أن تروح تعمل دورة إيه اللي هي إجازة التدريب. إجازة التدريب يعني ما حد يقبلك في العالم الآخر إلا إذا كانت تكون عندك إجازة التدريب تدرب فيها. إجازة التدريب من وين تأخذ؟ نحن أخذنا دورات في جامعات، في جامعة ألمانيا يعني في دورات من 8 شهور، وخذ دورة أخرى أيضا 8 شهور، خذ دورة أخرى في المجر أيضا 4 شهور. فهذه الدورات يعني أفادتنا كثير جدا في تطوير المعارف، في معرفة كيف الناس يتعاملون مع العلوم في التطبيقية في جانب الرياضة، الجوانب الرياضية، في إعداد يعني اللاعبين وتجهيزهم، في تدريب المنتخبات الوطنية يعني بأسلوب علمي دقيق ما غير قابل يعني للإجتهاد أبدا، يعني 1+1=2. هذه هي جميل جدا. الكابتن عمر باشام أيضا الكابتن صالح بن دغر، سوف نتحدث عن نتائج الجولة الأولى والجولة الثانية بالنسبة لأندية وادي حضرموت، والجولة الأولى بالنسبة لأندية ساحل حضرموت. ولكن قبل ذلك نأخذ فاصل قصير. عودة مشاهدينا الكرام، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن
التدريب ومجال التدريب، وثم دخلنا في موضوع وتطرقنا لموضوع الأندية والجولة الأولى والجولة الثانية من كأس حضرموت. الآن للحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ قدير عمر باشامي، المجموعة الأولى، المجموعة الأولى هنا في ساحل حضرموت التي ضمت شعب المكلا، شباب القارة، اتحاد الشبيبة، دوعن، الريدة، ما وجهة نظرك؟ هل من المجموعة تعد من المجموعات القوية أم أنها ستكون سهلة على حامل اللقب؟ في اعتقادي أنه في كرة القدم ما فيش حاجة سهلة وحاجة وهذاك سهل وهذا يعني صعب. قوي صحيح، القوي هو اللي يثبت في الملعب، اللي يؤدي في الملعب ويخرج بنتيجة إيجابية بالنسبة له يعتبر هو الفريق القوي في المسألة. فالقرعة في الحقيقة أجريت بقرعة، وعملية قرعة لا ما تحدد يعني بالضبط من هذا القوي من ضمن، لكن في حظوظ يعني ممكن يكون فيها على رؤوس هذه المجموعات يعني أندية مميزة يكون على رأس هذه المجموعات. فأظن أنه هناك في تكافؤ للفرص في هذه المجموعة في كل المجموعات يعني تقريبا. وصحيح أنه في أندية تم تكوينها أو حديثا، وفي أندية لها تاريخ يعني موجودة، فنحن دائما نعيب على النادي اللي له تاريخ قديم وعنده يعني كم من اللاعبين الجيدين. فهنا يعني تأتي عملية اللوم وما شابه ذلك عليه، ولكن يعني في بداية المشوار من الصعب أنك يعني تحكم على أي نادي يعني في بداية المشوار. فأتمنى أن تسير المباريات في هذه المجموعات سير طبيعي ما يتعرضها أي خلل، وأتمنى أيضا أن نشاهد يعني أن يرتقي المستوى، لأنه كل لاحظنا في مباريات يعني مستواها ليست بالشكل اللي نحن نطمح إليه. يعني الآن هذه النسخة السادسة في كأس حضرموت فعلا، ونحن يعني يفترض أن يكون هناك تقييم يعني لكل منها كل بطولة، وبالتالي نخرج بحصيلة من المقترحات بحيث أنه ما نلعب كرة وبس، لكن أيضا نراعي عملية الارتقاء بمستوى اللعبة، وأيضا في جانب تطويري في أداء إخراج البطولة في نفس الوقت، يعني في بحيث أنها تكون فعلا هذه هي متعة للمشاهد وفي نفس الوقت إفادة للاعب وإفادة للأندية. نحن توقفت الأنشطة الآن يعني بالنسبة للاتحادات للأندية كذا، فما بقيت إلا بطولة كأس حضرموت، يعني نحن نعلق عليها آمال أن تظل أندية حضرموت ماشية في هذه البطولة بحيث أنه لا يهبط أداء لا تهبط مستوياتها، وفي نفس الوقت يعني تختار لها لاعبين سواء كانت من الناشئين سواء كانت من أي اتجاه بحيث أنها بالنسبة تكن. إذن سأعود لك في الحديث عن هذه النقطة. بالنسبة لهذه النقطة الأستاذ صالح، المجموعة تضم الشعب وشباب القارة واتحاد الشبيبة ودوعن والريدة، المجموعة هي حتى الآن تضم 5 أندية، الإعداد كان للأندية فترة وجيزة، برأيك ما هو الأداء المنتظر من هذه الأندية؟ هل ستكون هناك أداء جيد أم أنه أداء ضعيف سيكون؟ طالما أنه الإعداد غير مناسب غير كافي، أول ما بيطرأ على مستوى الفرق بشكل عام المجموعة هذه أو خلافها بيكون فيه تذبذب في المستوى أكيد. فريق بيلعب مباراة جيدة، ثاني مباراة بيلعبها سيئة، تي مباراة أخرى يطلع قمة، بعد مباراة أسوأ، وهكذا نتيجة حتمية لأنه الإعداد للاعب غير مفهوم. مرة اللاعب نفسيا لعب تمام، ومرة كذا لعب وتوفق، ومرة جاب جول، واللي حاصل أنه الآن اللي حاصل شختك بختك كمل يا نصيب، نطلع من المباراة يا نصر يا هزيمة يا نصر. هل سيتحسن الأداء في قادم الجولات على حسب قولك؟ أنا أعتقد أنه في الأدوار الدورين الأخيرين النهائيين سيتحسن المستوى، وستحدد في هذه المرحلتين
أهم الفرق اللي بتتنافس في البطولة. المجموعة الثانية تضم هلال فوة، وحدة شحير، المكلة، وحدة الحامي، النهضة بالريدة. أندية كبيرة تحضر في هذه المجموعة بطبيعة الحال، أنت عشرت الزمن الجميل، كيف تقيم هذه المجموعة؟ مجموعة جيدة، لكن لا تستطيع أنت تقول هذا فريق عنده تاريخ عريق وهو بيشيل البطولة، أو ده جديد ما له شيء في المنافسة. أكيد اللي يؤدي داخل الملعب واللي إمكانياته طيبة هو اللي بيفرض وجوده، بيكون الأصلح من للأقوى للأفضل. والأقوى لما نقول أقوى مش في القوة بس البدنية، أكيد. الأصلح والأقوى هو اللي يمتلك كل المعايير للفوز، هو اللي أنا لعب مباراة فريق اليوم لعب وانصرك تسح جاب 4-5-6 أهداف، هذه مش مقياس، مش مقياس أكيد. قد تكون هذا الفريق اللي يلعب معاه عندهم ظروف خاصة، مشاكل موجودة أو حاجة كذا، فريق لعيب راحة ولعيب ما، هذا مو مقياس. لكن نشوف أدوار النهائي بالذات هو اللي بيحدد الهوية. النسخة الماضية لنهاية كأس حضرموت بين السلام والشعب كانت نسخة، إيش رأيك بالمباراة النهائية؟ المباراة النهائية طيبة لكنها ما ترتقي بالمستوى اللي نطمح فيه نحن كأبناء حضرموت وكرت حضرموت في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية الثانية. الآن اللي يحصل إنه كل 10 سنوات تظهر بحال يخالف عن الحال اللي قبله. أكيد كل جيل يجي أنا نشوفه إنه مش أفضل من اللي قبله، نشوفه أقل من اللي قبله. هذا إجحاف حق الجيل الجديد؟ مش، لا مش إجحاف، أنا بعلل ذلك. جيل الحالي، الجيل الحالي يعاني الكثير من المشاكل. في الزمن الجميل كان زمن جميل لأن حياة بسيطة وسهلة. الله على الجميع. حياة بسيطة وسهلة، ماشي كلفة فيها. لكن اليوم فيها الكلفة. اللاعب اليوم يعاني، خريج جامعة جالس له 8 سنين 10 سنوات جالس بدون عمل. مؤهل كامل عندنا وآلاف المؤهلين اللي في حضرموت جالسين بدون اعمال، حد يشتغل في الطين، حد يشتغل في الداء، حد يشتغل. هذه ظروف صعبه يمر بها. ساعود لك في هذا الموضوع. المجموعه الثالثه مجموعه ضمت نادي يتضامن بالمكلا، شباب روكب، شباب ميفع، وحده المكلا، الصداره. كابتن عمر، كيف تشوف نادي التضامن الذي لعبت له انت فتره من الزمن، وشباب روكب وشباب ميفع ووحده المكلا والصداره؟ الصداره حديث الولاده، كيف تشوف هذه المجموعه؟ الحقيقة أنا أريد أن أصحح المعلومة أن ما لعبت لنادي التضامن يعني في بداية يعني حياتي الرياضية فيها، ولكن هذا النادي دربت فيه أطول فترة. نعم، المجموعة يعني تقريبا تكاد تكون نفس المجموعة اللي كانت في النسخة الخامسة تقريبا الخامسة. يعني نفس المجموعة أيوة. عام كم كان في النسخة الخامسة اللي قبل النسخة الخامسة؟ نعم 17. نعم طبعا التضامن يعني بظهوره في المباراة السابقة يعني ظهر بمستوى طيب، لكن لا يعني ذلك يعني انه يعني خلاص صاحب الذراع الطولة في هذه المجموعة. فزي ما قال الكابتن صالح انه من يخدم الكرة في الملعب لا شك انها هي ستخدمه، يعني العبرة بالنتيجة دائما فيها. فإذا استطاع أي نادي يستطيع أنه يسير في خط يعني بياني متواصل دون أي عرقلة، أعتقد أنه سيكون حظه أوفر بها. جميل. وكرة القدم ما تعرف يعني صغير ولا كبير، دائما تعتبر من يخدمها تخدمه. المجموعة الرابعة سمعون بالشحر، قصيعر، نصر بروم، أهل الغيل. المجموعة كبيرة، أندية عريقة بطبيعة الحال، ولكن في الفترة الأخيرة وخصوصا في النسخ الماضية من كأس حضرموت شاهدنا مستوى متدني نوعا ما من الأندية العريقة. في الحقيقة يعني أنه أنا أعيب الأندية ذات التاريخ الكبير يعني اللي أنوب عليها في جانب أنه مستوياتها اللي ظهرت بها، ولكن قد نعذر هذه الأندية نتيجة للظروف الحالية اللي مر بها البلد يعني في الظروف الاقتصادية وما شابه ذلك. يعني في يعني المكلم من الفرق الكبيرة يعني والعملاقة، أهلي الغيل أيضا من الفرق الكبيرة، سمعون أيضا من الفرق الكبيرة، لكن
سقوط بعض الفرق في المباريات الأولى لا يمكن أن نحكم عليه يعني مسبقاً الآن، ولكن نتمنى دائماً أن نشاهد أن هذه الفرق إن لم تقدم أن لم تكن يعني لها نتائج طيبة على الأقل تقدم مستويات طيبة بحكم تاريخها وبحكم يعني وجود الكرة يعني في فترة طويلة جداً فيها. الأستاذ صالح، أندية وادي حضرموت، نعود الآن للمجموعة الخامسة سريعاً: وحدة تريم، الشعلة، الاتفاق، اتحاد حورة، اللسك، بلقرية. انطباعاتك أنت أكيد من وادي حضرموت حول هذه المجموعة. المجموعة دي مجموعة قوية نوعا ما. الوحدة فريق له تاريخ، كان في يوم الأيام الأهلي تريم وشباب تريم دمجوهم في الوحدة. أكيد. سيون كان شباب الأهلي والأحقاف دمجوهم في نادي سيون، فهذه أندية لها تاريخ كبير جدا، وهي من أقوى فرق حضرموت، يعني أقوى الفرق نتائجا، دخلوا وتحصلوا على كؤوس بطولات حازوها، فنتمنى أن يقدموا عروض أفضل من العروض الآن اللي تقدم. أكيد. الأندية الشعلة أيضا عندك، الاتفاق، الشعلة، الشعلة الآن الشعلة من الفرق الجديدة هذه. أكيد حديثة الولادة. ومن من من الفرق اللي ممكن كخط أولي إنها تتأهل للدور الثاني الشعلة، لأن لعبوا مباريتين يتاحوا المباريتين هذه بجدارة. ومباريات مش بسيطة. الاتفاق عندك. الاتفاق هذا كان نادي في يوم الأيام اسمه الشباب الحوطة، وخذ فترة وجمد هذا ودمجوهم مع فريق اتحاد شبام وسموه الطليعة. وفي عام 90 بعد الوحدة طلبوا بالانفصال وإعادة تشريع النادي من جديد وسموه بدل الشباب الاتفاق، وخاض مباريات قبل الاعتراف بنادي الاتفاق، خاض الدوري حق الدرجة الأولى واستطاع أن يصل إلى الدرجة الأولى من الثالثة إلى الأولى، اعترفوا به أول كفريق في الدرجة الثالثة، وخاض مباراة الدرجة الثالثة والثانية وطلع إلى الأولى في عام 91-92 كلامي. وفريق إمكانياته يضم عناصر جيدة، لكن ظروف البلد وظروف الناس الله يعلم يعني. مع اتحاد حورة، اتحاد حورة برضو من الفرق أنا دربته في يوم الأيام وتأهل مرتين للتصفيات النهائية، وطلعوا ينافسون على مستوى الجمهورية اليمنية في عدن، وفريق يضم عناصر جيدة. اللسك برضو من الفرق الطموحة. صح، فرق الطموحة. صحيح. واللسك برضو يضم عناصر مو بسيطة. المجموعة السادسة، أعود نفسي في نفس الموضوع، المجموعة السادسة ضمت أندية كبيرة: سلام الغرفة، النادي المعروف، شبهام، شباب القطن، أحقاف الغرف، مدودة. برضه هذه من الفرق اللي موزع فيها فريقين ثلاثة فرق من الفرق الكبيرة اللي كانت شباب القطن وسلام الغرفة. سلام الغرفة هو كان قبل الدمج، كان موجود سلام الغرفة من العشرة الأندية اللي كانت في الوادي قبل دمج الأندية، وفي فترة من الفترات لما دمجت شوية النشاط حقهم في الثمانينات شوية واعترفوا في بعدين اعترفوا به من جديد، وخاض غمار مباريات عديدة وطلع الدرجة الممتازة في الدرجة الأولى، شارك في الدرجة الأولى فريق السلام، ودربهم الكابتن عبد الله بعامر فيهم وأنا مسكتهم شهر تقريبا، وتأهلوا للدرجة الأولى أفضل فريق بعد الشعب للدرجة الأولى طلع نادي السلام، ويضم عناصر جيدة. لكن المستوى الحالي حضرت له مباراة أنا مع فريق بور وكان أداهم متواضع جدا بطولة الفرق التابع للفرع، لا في بطولة كاس حضرموت لعب مع نادي مدودة على ما أعتقد، مع مدودة لعب، والأداء حقهم ما كان، هزموا مدودة 3-0، لكن الأداء مش ذاك الأداء اللي الذي يطمح له جمهور السلام حقيقة. أيضا أن لدينا مدودة من الأندية الموجودة في سيئون العريقة وحقاف الغرف، هل يمكن أن تقارع هذه الأندية الكبيرة إلى جانب نادي شبهام؟ لا 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 يمانع ذلك، ماشي مانع لذلك. فريق الأحقاف هذا حق السويري، حق الغرف
حق الغرف خاض مباراة النهائية في الواجع عندنا بطولة الماهر ولعب مع وحدة تريم. صح فعلا. وتقريبا زادوا بهدف أصحاب تريم وكانت مباراة ندية ومستوى متواضع جدا وحضرها الكثير من أبناء وادي حضرموت. عودي إليك كابتن عمر بشامي، المجموعات، المجموعة السابعة لدينا نادي شباب عينات، اتحاد سيئون، ريبون حريضة، هلال السويري، بور، ريان ساح. كيف تقيم هذه المجموعة من وجهة نظرك والأندية العريقة المتواجدة في هذه المجموعة؟ عندنا أولا شباب عينات. لا أفهم أنه بالضبط الأوضاع اللي تمر بها الأندية، يعني من حيث إمكانياتها، من حيث يعني وجود اللاعبين الجيدين، من حيث أيضا الطاقم الفني التدريبي اللي يقود هذه المباريات. فهذه فرق بالاسم جيدة يعني ولها تاريخ يعني في 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 في, في الوادي، و مش اعتقد ان الطموح موجود عند الكل. فنامل انه في هذه المره يخرجوا عن قضيه يعني مجرد تمثيل فقط يعني في الدوله، لكن يعني يخطو خطوات نحو المنافسه، يعني بحيث انه يرتقي من هذه المجموعه يعني انديه الى المراحل الاخيره يعني في التصفيات. المجموعة الثامنة والأخيرة من هذه المجموعة ضمت لدينا البرق بتريم، سيئون، أحرار تربة، التعاون بالعقاد، الهجرين، القادسية بسعة. في نفس الوقت فيه فرق ذات يعني إمكانيات وتاريخ كبير في نفس المجموعة، شفت؟ و دائما عملية يعني الأداء في الملعب هو الفيصل في تحقيق الطموح. يعني إذا الفريق هذا طامح عليه أن يعني يتخذ الخطوات الإيجابية نحو يعني صدارة المجموعة، صدارة المجموعة حتى أنه يرتقي إلى المرحلة اللي تليه. فكأس حضرموت في الحقيقة يعني أعطى مساحة للفرق للتنافس، وهذا حق مشروع لكل فريق يعني فيه. ف سيئون يعني في هذه المجموعة يعني من الفرق الكبيرة يعني فيها، ويترقب منه جمهوره أنه يقدم شيء في هذه المجموعة. نامل ألا يكرر نفس المستويات اللي تميزت بها بعض الأندية أو المنافسات في المنافسات السابقة يعني. إذن تقول الأستاذ عمر باشامي بأن تكافي الفرص تكاد للجميع لتحقيق الصدارة بالنسبة للمجموعات. الآن مشاهدين الكرام وأيضا الأستاذ عمر والأستاذ صالح سوف نشاهد النتائج الجولة الأولى والثانية بالنسبة لأندية وادي حضرموت، والجولة الأولى بالنسبة لساحل حضرموت.
شاهدنا نحن وإياكم نتائج المباريات للجولة الأولى هنا في ساحل حضرموت. المجموعة الأولى مجموعة الشعب وشباب القارة اتحاد الشبيبة دوعن الريدة، مجموعة وصفت بمجموعة التعادلات الاستاذ صالح. مجموعة شهدت تعادل شعب المكلا والريدة نتيجة تعادل سلبيا هناك في الشاحث في الشحر. شباب القارة واتحاد الشبيبة تعادل هناك في الغيل بنتيجة هدف لهدف. كيف ترى هذه المجموعة بعد التعادلات التي حدثت؟ والله يعود العملية الاستعداد بشكل عام للـ للـ للأندية. فأنا لما يتعادل فريق المكلا مع فريق هذا القارة ولا شباب القارة، شباب القارة فريق نادي جديد لا يمتلك شيء خبرات ويتعادل مع نادي المكلا نادي عريق. شباب القارة واتحاد الشبيبة، واتحاد الشبيبة برضه الشبيبة من الأندية العريقة في 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 وادي في في محافظة حضرموت، بشكل فكان يضم عناصر عملاقة، كان بن الصنع ومحمد بن إسماعيل والحريبي مبارك وعبد الملك ومجموعة كبيرة. أيضا تعادل حامل اللقب مخيب للآمال ضد حديث الولادة الريدة، نتيجة هالتعادل سلبي 0-0، هل هو ضغط على حامل اللقب من وجهة نظرك؟ لا لا لا، هذا لا لا ما له علاقة بالضغط ولا له علاقة بالبطولة السابقة. الوضع الحالي للفريق الشعب هو يعود الوضع الحالي الحالي، هل هو من وجهة نظرك الإعداد؟ عملية الإعداد، عملية التواجد، عملية ضم اللعيبة، هل اللعيبة كلهم متواجدين، هل الأمور تصير بشكل طيب أم هناك في مشاكل، لأنه ما بقبل أنا فريق يشيل البطولة ويتعادل مع فريق جديد بالأمس ظهر، فما حد بيقبل، يعني الجمهور ما بيقبل. لكن كرة القدم ما فيها حاجة مستحيل، أنا أقول لك يمكن حتى ينهزم في يوم من الأيام فريق الشعب في إحدى المباريات القادمة، قد ينهزم إذا ظل الحال على ما هو عليه، قد ينهزم أكيد. وأي فريق ينزل بدون إعداد جيد مسبق للمباراة نتيجته تكون مخيبة للأمل. نعود لك الأستاذ عمر للحديث عن نتائج المجموعة الثانية، أنتقل الآن للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية ضمت حلال فوة، وحدة شحير، المكلا، وحدة الحامي، النهضة بالريدة. النتائج كانت نوعا ما نتائج دراماتيكية. المباراة الأولى كانت مباراة قوية من طراز عالي ضمت بين النهضة وهلال فوة، انتهت بنتيجة 3-2 لصالح النهضة. المباراة الثانية كانت كبيرة على نادي عريق، نادي المكلا، وحدة شحير ضرب بالثلاثة على حساب نادي المكلا. هذه هي كرة القدم، يعني زي ما نكرر ونكرر عدة مرات، ما تعترفش كبير باسم كبير ولا باسم، تعتبر من يستعد لهذه للمباراة يستحق الفوز فيها. ودائما البدايات تكون صعبة في كل شيء حتى في الكرة العالمية، يعني تلاقي فريق كبير جدا ويلعب على ملعبه لكن يبدأ مباراة في بداية يعني تكون عليه صعبة. فنامل يعني من الفرق الكبيرة يعني كي تحافظ على اسمها على الأقل، أنها ما تكون فريسة سهلة لفرق بالأمس أتت يعني وتطمح لأن تكون يعني رقم في البطولة وحق مشروع، لا يمكن نحن نلغي حق أبدا يعني فيه. فقضية فريق يفوز على فريق آخر بحكم انه يعيش باسمه، فهذا الكلام اعتقد في عالم كره القدم مرفوض ما كان يعني. اذا الريدة ووحدة شحير هم من خطفوا الاضواء في بدايه الجوله الاولى، هل ستتعقد الامور نوعا ما في الجوله الثانيه والجوله الثالثه مع دخول اجواء اللاعبين للمباريات الحاسمه؟ شوف الحقيقه انا من متابعين لمباريات فريق الريدة، يعني اللي النهضة. في النهضة، فريق النهضة اللي في الربوة يعني هو في المرتفع. هذا الفريق منذ تأسيسه ومنذ دخوله واشتراكه يعني يقدم مباريات طيبة يعني فيه. يعني أنا استغرب يعني كل الغرابة بحكم أنه فريق جديد في نفس الوقت يعني عناصره جديدة ودخل هذا الموسم يعني وبدأ يشق طريقه يعني بأسلوب طيب، يعني نامل أن يستمر
يعني الأمل مجرد يعني هذا طموح يعني، ومن حقهم أن يطمحون يحققوا كل شيء. إذا استمر يعني العطاء بنفس الطريقة مهما كان يعني هذا الموسم قد يخسر قد يفوز قد كذا، لكن إذا بدأ يشق طريقه بهذه الطريقة فإنه ممكن أقول أنه يكون له مستقبل في الاسم، إذا ما ساعدته الظروف، إذا ما حلت مشاكله، إذا ما تغلب على كثير من العوامل التي تعيق يعني تطور اللعبة، ومن أهمها الاستقرار. هل تتوقع أن يخطف أحد البطاقات المؤهلة اللي؟ ليش لا؟ ليش ما يتوقع؟ يعني هذا الطموح، والطموح مشروع، فعملية يعني الاستمرار هي المهمة. يعني كيف يكون عندك العوامل، تهيئ العوامل، تهيئ الظروف لأنك تستمر بأداء مميز وتحافظ عليه يعني. إذن الآن نعود للمجموعة الثالثة مشاهدين الكرام، التي ضمت تضامن المكلة، شباب روكب، شباب ميفع، وحدة المكلة، الصدارة. تضامن ضرب بسبعة على حديث الولادة الصدارة. كيف كانت النتيجة؟ أنت كنت من شهدت المباراة في ملعب بارادم، لو تعطينا لمحة عن هذه المباراة. في الحقيقة الكل يعني كان يتوقع أنه فريق حديث التواجد في بطولة كأس حضرموت، وفريق له تاريخ كبير يعني في كرة القدم في ساحل حضرموت، أو بل في حضرموت بكاملها يعني. الفريق القادم يعني من منطقة ومن مديريات حجر يعني كان يحمل في خبايا أو في مخلته أنه يكون يعني له يمثل رقم، لكن خبرات اللاعبين بالنسبة للفريق التضامن خبراتهم يعني تختلف تماما يعني عن خبرات الفريق اللي اسمه. فهذا لك الفريق ما خاضوش يعني موسم واحد حتى كامل مع بعض، وبعض اللاعبين اللي يعتبهم يعني أيضا جايين من مناطق أيضا هنا من الساحل يعني، فالفريق مجمع ويحتاج له إلى وقت. طبعا كرة القدم ما تجي في يوم وليلة، ولكن تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى شباب روكب وشباب ميفع. تعادل إيجابي بعد، كانت شفت المباراة ولاحظتها يعني، فيه كان الأداء يعني تقريبا متكافئ بين الفريقين، ولكن برضو فريق روكب يعني من الفرق القديمة يعني في تاريخه قبل تأسيس فريق ميفع. فريق ميفع أيضا من الفرق الطموحة، دائما تلعب يعني بحماس منقطع النظير في الملعب، ويودوا أن يثبتوا وجودهم في بطولة كأس حضرموت، وهذا حق مشروع. وفي نفس الوقت يعني عملية لما تكون يعني لك حضور طيب يعني يساعدك في أنك يكون بك اعتراف رسمي نهائي يعني في 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 بين أندية حضرموت يعني. في وحدة المكلة سيدخل أيضا على الخط في هذه المجموعة مع شباب روكب وشباب ميفع والتضامن والصدارة. هل سيكون هناك تنافس قوي على خط بطاقة التأهل للدور الثاني؟ والله نامل انه فريق الوحده من الفرق المميزه يعني في منطقه حي السلام، فيها لاعبين مرموقين، ونامل ان يتحقق طموح جمهورهم وطموح ناديهم مثل غيرهم، لكن الطموح شيء والواقع شيء اخر يعني. اكيد. الان اعود اليك الاستاذ صالح للمجموعه الرابعه من انديه ساحل حضرموت، التي ضمت انديه عريقه، سمعون، بالشحر، قصيعر، نصر بروم، الأهلي بالغيل. هناك كانت مباراة التي انتظرها الجمهور هنا في ساحل حضرموت، والتي سوف نتحدث عليها ونتطرق معك فيها، هي مباراة سمعون بالشحر والأهلي بالغيل. مباراة كانت زمن جميل في تاريخ عراقة هؤلاء هذان الفريقين. الأهلي وسمعون يعتبرون من أقدم أندية حضرموت، كان يضم سمعون، يضم الكوكب، كوكب الصباح، وشباب الجنوب، وكان من الخمسينات والستينات كان من أقوى فرق حضرموت كان الكوكب، وهذا الحال بالنسبة للغيل. فالغيل كان اتحاد الغيل وشباب الغيل، وضموهم في الأهلي،
وكانوا يضمون عناصر عملاقة في كرة القدم، وآخر هؤلاء ألبا عامر وألبا شطح وشيب سالم بمطرف هذا الله عز وجل والعناصر الجيدة دي. واستغرب أنا ليلة من الليالي الأخ عبد الله يقول لي جيت يوم من الأيام وقالوا فريق يتمرن في الملعب حق أهلي الغيل، فنزلت قال وشفتهم ورأيتهم أنه كأنه فريق شعبي، وفجأة يقول لي واحد دول يتمرنون الآن بيعدون للبطولة. هذا الكلام قبل يمكن شهر، قبل شهر جميل. وقال الكلام هذا في اللقاء اللي تم فيه إصدار القرعة حق البطولة، بطولة حضرموت السادسة، وفوجئت بأنه هذا الفريق اللي يمثل النادي، لا ماشي فرق بين الفريق النادي وفريق الشعبي. وبالحقيقة هذا الواقع، الحقيقة اللي عندنا الآن حتى الجماهير وصفت بأن المباراة كانت مستوى متدني. ماذا يحدث في الأندية العريقة؟ هل هي سوء إدارة أو سوء اختيار لاعبين أو سوء إعداد أو سوء حتى مال؟ حتما في مشاكل موجودة، وبالذات أنا أتوقعها مش النادي سمعون ولا نادي، يمكن نادي سمعون يستثنى من هذا الجانب المادي، هو اللي يجعلهم نشاطهم محدود، اللاعب ما يتطور، اللاعب ما يستمر، اللاعب ما يقدم مباراة لأنه جاهزيته ضعيفة. صح. فتخيل أنه لما يقول لي هذا الفريق وفريق النادي شباب، لا وين الأهلي يا أخي؟ أهلي الغيل. الغيل وين بطولة الجمهورية، كاس الجمهورية لما يلعب مع التلال ومع شمسان ومع، يعني مستوى يعني قبل 20 سنة والآن في نادي الأهلي حاجة غريبة جدا. سمعون يختلف وضعه، سمعون النادي الوحيد اللي يمتلك الكثير من الإمكانيات المادية بحكم أنه أول معه مقر زين جيد وعنده دخل، مصدر دخل، عنده مستودعات. وين تروح هذا المستودع الدخل حق المستودعات؟ جميل جدا. هل هو تتوقع أنه سوء إدارة من نادي سمعون أو سوء اختيار لاعبين أو سوء اختيار؟ المحتمل الكبير جدا أنه الإدارة لها دور كبير في هذا الجانب. جميل. الإدارة لها دور في هذا الجانب بالضبط. ليش؟ لأنه نادي سمعون ومدينة الشحر تضم الكثير من الفرق الشعبية. صحيح. وفيها عناصر جيدة في الفرق الشعبية، فالعلاقة القائمة بين الفرق الشعبية مش في الشحر فقط، في الغيل، في القطن، في المكلة، أنا في كل مكان العلاقة القائمة بين الفرق الشعبية والأندية قد تكون معدومة. وإن شي تسلط هو تسلط من أجل التحكم والسيطرة، ليس من أجل مصلحة. لماذا لا تكون علاقة الأب الابن؟ غير موجودة هذه. أنا بقول لك ليش. الأندية الآن، الأندية اللي كانوا يقودونها عناصر محبة للعبة، تخلص مع اللاعب، تقوم مع اللاعب، الآن ماشي موجود. الآن تحول هذا إلى الفرق الشعبية. الفرق الشعبية الآن هذه مشكلة كبيرة. الفرق الشعبية الآن اللاعب في الفريق الشعبي يخسر ويدفع من جيبه من أجل فريقه، لكن مع النادي ماشي. إذن الأستاذ صالح، طرح جميل جدا منك من نادي، بالنسبة لنادي الأهلي ونادي سمعون. مراسلنا كان متواجد ليعود البسمة على وجوه الجمهور الحضرمي العريق الذي كان حاضر في تلك المباراة وغطى المباراة هناك في ملعب بن سلمان بالغيل. إليكم هذا التقرير. احتضن ملعب بن سلمان بغير باوزير منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس حضرموت بنسخته السادسة التي جمعت بين فريقي سمعون بالشحر وأهلي الغيل بحضور جماهيري موازر وموسان لكلا الفريقين. المباراة بدأت بشوطها الأول بحماس شديد لكلا الفريقين وهجمات خطرة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليأخذ بعد ذلك كلا الفريقين جرعة معنوية عبر مدربيهم ولتدفعهم بقوة وحماس للتسجيل وكسب النقاط، لتبدأ صافرة حكم المباراة بإعلان بدء الشوط الثاني بهجمات متتالية لكلا الفريقين حتى الدقيقة 25، ليتمكن فريق سمعون من تسجيل هدفه الأول والأخير في المباراة بواسطة مهاجمه أسعد غلقان، ليخطف أول 3 نقاط مكنته صدارة المجموعة مؤقتا.
مدرب فريق سمعون غمرته الفرحة بهذا الفوز مضيفا في تصريح له عبر قناة حضرموت الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لفوزنا اليوم على النادي الأهلي يعتبر يعني انطلاقة مهمة في بطولة حضرموت السادسة، وإن شاء الله تكون يعني بداية لمزيد إن شاء الله من الانتصارات نادي سمعون حتى نحقق المراد وهو إن شاء الله بطولة كأس حضرموت السادسة. وطبعا نشكر كل الرياضيين والجهاز الفني اللي معلي اشتغلوا على الجهود اللي مروا بها، والحمد لله كل هذه الجهود تكرلت بالفوز، وشكرا لكم. خروج هذه الجماهير فرحة بنصر فريقهم سمعون يجعل منهم مساندين في المباراة القادمة بكل ثقة وحماس. سمسميل على قناة حضرموت من مدينة غير بوزير. إذن بعد ما شاهدنا نحن وياكم هذا المقطع عن عراقة نادي سمعون ونادي الأهلي، لو تتكلم عن المباراة التي انتهت بهدف وحيد ويتيم لصالح سمعون بالشحر، الأستاذ عمر شهدت الزمن الجميل وذكريات الزمن الجميل، تعطينا لمحة بسيطة عن هذا عن ذلك الزمن. في الحقيقة يعني قد أعطى في الكابتن صالح لمحة كبيرة عن أو واضحة في عن الكرة في مدينة الشحر، وهذه المدينة كانت تزخر بالنجوم الكبار يعني ولا زالت، ولكن للأسف الشديد يعني وكما ذكر يعني أنا أيده وأقف معه وقوف يعني رجل فاهم لعمله، أن الفرق الشعبية بدل ما كانت ما تكون مورد للأندية وداعم يعني أو منهل يختارون منه الوجوه الطيبة والواعدة، يعني أصبح الآن العكس، يعني أصبح الاهتمام بالفريق الشعبي والإداريين وما شابه ذلك يعني هم اللي يتحكمون في مصير النادي وما شابه ذلك، بل أصبحت الإدارات في الأندية جميل. ليست لها ما تتميز عن إدارة الفريق الشعبي. جميل. إذن هذه مشكلة كبيرة جدا بحد ذاتها. ليست كبيرة بس، وخذ أعطي لك دليل، قبل شوية الكابتن يقول إنه بلغت الإدارات إلى 100 مش عارف كم في الوادي. 38 كرت أصفر في الوادي. في إحصائية. في 8 مباريات. تخيل من فين جاء هذا الكلام؟ جاء لأنه متأثرين بهذا الواقع اللي يعيشوه. يعني لاعب طالع من الفريق الشعبي. وبالتالي لما يلعب مع فريق ناديه يفتكر نفسه انه بنفس نفس الواقع، وهذه المشكله التي يجب ان تعطى دراسه خاصه يعني دقيقه جدا يجب معالجتها. نعم، حتى انه تستطيع الانديه انها تستفيد. استاذ صالح، اعود اليك للحديث عن مباراه قصيعر ونصر بروم سريعا. المباراه انتهت بنتيجه 3-1 لصالح نادي قصيعر، النادي المعروف نادي قصيعر نادي عريق. كيف ترى هذه المباراة؟ مباراة سريعا تقدر تكون عادلة، لأنه قصيعر قد أعتقد أنه تأهل للتصفيات النهائية لفرق الدرجة الثالثة. صحيح، كان عام 2012 أيوة، وطلعوا ومثلوا ومنطقة قصيعر، وهذا شيء طيب جدا، ونتمنى أن الطموح يزداد عندهم. أكيد. مشاهدينا الكرام، سنعود إن شاء الله للحديث أكثر عن بطولة كأس حضرموت بعد فاصل قصير، انتظرونا. بين أرضه وجماهيره تمكن نادي وحدة التريم من الفوز بصعوبة على جاره اللاسك بالقرية بهدف وحيد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس حضرموت السادسة. الشوط الأول كان متكافئا بين الفريقين، وتمركز اللعب في وسط الملعب مع بعض الهجمات الخجولة من الجانبين لينتهي بالتعادل السلبي. ولأن الجماهير متعطشة للأهداف تمكن وحدة التريم من التقدم في النتيجة بإحرازه الهدف الأول من علامة الجزاء، نفذها بنجاح مهاجمه محمد سويدان، وذلك بعد دقيقتين فقط من انطلاق مجريات الشوط الثاني.
بعدها حاول شباب اللسك أكثر من مرة لإدراك هدف التعادل، وسنحت لهم الفرصة الأكبر عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لم يتمكن لاعبهم من ترجمتها في الشباك، وحاولوا أكثر من مرة لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى، ليحصد بذلك وحدة التريم أول 3 نقاط له، ويبقى شباب اللسك رصيده خاليا من النقاط بعد خسارته لمباراته الثانية على التوالي. المباراة كانت كويس من جنب الطرفين، 20 دقيقة استحوذ عليها نادي الوحدة، ونحن استحوذنا على أغلب الفرص، ضيعنا فرص طويلة كثيرة، ما حلفنا الحظ هارد لك الفريق. أنا مبروك لفريق شباب الوحدة والحمد لله على كل شيء، هذه الكرة فوز وخسارة الحمد لله. المباراة كانت جيدة جدا، وهناك فرص أهدرت من قبل الفريقين ولعب تقريبا متكافئ، ونبارك الوحدة على هذا الانتصار، وشكرا على ما كل ما قدموه لجنة التحكيم وكذلك أيضا المشرفين وكذلك أيضا الطاقمين الإداري لنادي اللسك والوحدة. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أول نبارك لفريق أو نادي الوحدة على هذا الفوز، وإن شاء الله نقول المباراة الثانية إن شاء الله أجمل وأجمل إن شاء الله. طبعا كنا اليوم في حضور مباراة وحدة التريم مع اللسك بالقرية، كانت مباراة متكافئة بين الفريقين بين الناديين، يعني هناك أخذ وعطاء من جهة الفريقين، فرص ضايعة هنا وهناك. نقول الوحدة مبروك هذا الفوز وثلاث نقاط، ونقول هارد لك وخيرها في غيرها بالنسبة للسك بالقرية، وإن شاء الله نشاهد في المباريات القادمة كرة نستمتع بكرة جميلة داخل الملعب في مباريات في المباريات القادمة. استطاع نادي وحدة التريم أن يحقق نقاط المباراة الثلاث بفوزه على نادي اللسك بالقرية بهدف دون رد، وبذلك يحصد أول فوز له في هذه البطولة. لبرنامج الاستوديو الرياضي عبد الله جعفر، قناة حضرموت، من ملعب الغنة مدينة تريم. لا نعود للجولة الأولى والجولة الثانية سريعا لأندية وادي حضرموت. أبدأ معك الأستاذ صالح حول أندية وادي حضرموت والمجموعة الخامسة التي ضمت وحدة تريم والشعلة والاتفاق واتحاد حورة واللسك. الجولة الثانية كانت مباريات نوعا ما قوية، الشعلة والاتفاق، وحدة تريم واللسك بالقرية. وحدة تريم فوز بسجل أنفس على حساب اللسك بالقرية بهدف وحيد، هل هو أداء متدني للوحدة في الظهور الأول من وجهة نظرك؟ أعتقد أنه في وضع خاص لهم، لا أخفي عليك سرا بأنه فريق نادي الوحدة ونادي سيون من أفضل الفرق التي أعدت للبطولة هذه. صحيح صحيح، وكان معهم مدربين جيدين مرتضى وشهيم وشهيم، ولكن للأسف النتائج بالذات سيون مخيبة، سنتعرض إليها. مباراة الشعلة والاتفاق، الشعلة حقق نتائج باهرة أبهرت الكل، فوزين. المباراة الأولى انتهت بفوز بهدف وحيد على حساب اللسك بالقرية، واليوم يفوز في مباراة مع الاتفاق. كيف تشاهد، هل اقترب الشعلة من الدور الثاني؟ الشعلة يضم عناصر شابة وعندهم طموح، واعتقادي أنا أنه المنطقة ذاتها منطقة حي صغير متلمين مع بعضهم البعض، الإدارة والشباب، يعني هل هو نجاح إداري؟ المنطقة صغيرة، هل هو نجاح إداري؟ هذا نجاح إداري ونجاح للفريق برضه للفريق برضه نجاح، لأنهم متكاتفين مع بعض وعندهم طموح وحماس في نفس الوقت، يلعبون بجدية. جميل جدا، عندهم ولاء موجود، وهذا إن استمروا فيه بيتأهلون للدور الثاني. إذن سريعا أعود للمجموعة السادسة. كابتن عمر، كابتن عمر شهدت أيضا دربي آخر من الدربيات الجميلة في الزمن الماضي، مباراة الجار شبام والقطن، المجموعة السادسة التي ضمت شبام والقطن، ولكن اكتساح بنتيجة كبيرة شباب القطن بخمس أهداف لا شيء على حساب نادي شبام. الحقيقة زي ما قلت لك التاريخ لا يشفع، شبام هي مدينة تاريخية بكل المقاييس، وناديها أيضا يعني من الأندية المرموقة في ذاك الوقت. أنا أعرف كانوا لاعبين يعني جيدين جدا،
كانوا معي في المدرسة الثانوية هنا يدرسون من أفضل اللاعبين وحراس مرمى جيدين كانوا في هذه المنطقة. ولكن دائما يعني الظروف قد تلعب دور في، ولا تنسى أنه شباب القطن فريق مش أكيد فريق حريق جدا، تستهين بفريق القطن الشباب، هذا فريق له تاريخ يعني له وقفات كبيرة جدا مع أندية الساحل هنا، يعني في لاعبين جيدين يعني من الطراز الأول. وزي ما قلت أن الثقافة تلعب دور كبير جدا في تطوير في لعبة كرة القدم. يعني أذكر من بينهم الدكتور محمد جوبان، محمد جوبان كان من يعني من اللاعبين الجيدين لعب هنا في الساحل، يعني مستواه كان جيد جدا يعني مشهود له. لعب مع المينا، ولعب مع المينا نعم في عدن، عدن أيام الزمن، نعم أيام الزمن الجميل نعم. فخبرات اللاعبين أقول مرة مجددا أنها تلعب دور يعني في على حساب نادي الشمام. أيضا سلام الغرفة لعب مباراة أخرى مع نادي مدودة في الظهور الأول لوصيف بطولة النسخة الماضية لكأس حضرموت. سلام الغرفة يعني برضو من الفرق ذات التاريخ الجيد يعني في لعبة كرة القدم، ولكن هذا النادي دائما كان متأرجح شوية، يعني قد تكون يعني الظروف الجانب المادي أو الاقتصادي يلعب دور كبير في وضعية النادي. ف التقارب بين يعني سلام الغرفة وبين شبان منطقة يعني متقاربة، يعني تقريبا تقاسموا اللاعبين وبالتالي أصبح يعني الثقافة حتى الثقافة نعم واحدة، والثقافة واحدة. ففي نفس الوقت يعني ما فيش حل للمسألة أو للمعضلة اللي تمر بها الأندية هذا الآن في الوقت الحاضر عندنا إلا أنه فتح عملية الاحتراف وبشكل جيد يعني. هل ترى أن وجهة الاحتراف في بطولة كأس حضرموت لاعب الخارجي هل هو في حاجة للدخول معنا في البطولة في النسخة السابعة مثلا؟ لا أقصد اللاعب الخارجي يعني عملية حتى احتراف داخلي يعني يكون موجود. الاحتراف الداخلي موجودة هذه الاحتراف الداخلي عندهم إعارة وما شابه ذلك، إعارات حتى في الفرق الشعبية موجودة لكن يعني يحتاج إلى دراسة دقيقة جدا. جميل جدا. بالتالي يعني يستطيع. إذن القطن يخطف الأضواء ويحصل على 6 نقاط بانتظار الجولات القادمة. الآن نذهب سريعا لأن الوقت بدأ يداهمنا للمجموعة السابعة، مجموعة شباب عينات واتحاد سيئون وريبون وهلال السويري وبور وريان ساه. وصفت هذه المجموعة يا أستاذ صالح بالمجموعة القوية نوعا ما. نتائج كانت فيها اتحاد سيئون فاز على ريبون ب4 أهداف مقابل هدف، هلال السويري فاز على ريان سا، هلال السويري يخسر من ريان سا ويقلب تأخره ب2 مقابل هدف، شباب عينات يخسر أيضا من نادي بور. نتائج متكلبة، ماذا تشير هذه بالنسبة لاختلاف في الجولة الأولى؟ هذا كله يعود إلى الاستعداد، عملية الاستعداد للمباراة. انت اليوم مستعد للمباراه، عناصرك موجوده، ما في اصابات، ما في مشكله، بيقدم اداء طيب. ما في اعداد واستعداد جيد، ما بيقدم شيء الفريق. الفورمه حقه بتكون شويه. اذا اتحاد سيئون يسيطر على هذه المجموعه ب6 نقاط، وريان ساه ثانيا ب4 نقاط، وبينما بور حل ثالثا، وايضا ريبون يمتلك 3 نقاط. كيف ترى الاوراق الان للتأهل للدور الثالث؟ الآن اقتربنا من الجولة الحاسمة والجولات الحاسمة، هل سيئون أقرب؟ اتحاد سيئون أقرب، لديه 6 نقاط، هو يعتبر من الفرق المباراة القادمة لهم، إذا اجتاحوها بيتأهلوا، إذا تأهل مباشرة 70% الآن. تقريبا اتحاد سيئون هو 70، إنما التنافس بين الريان وهلال وريبون، وأيضا وريبون لدينا بور. ريبون في الهجرين، هذا فريق مش بسيط، يضم عناصر جيدة مع أنه من الفرق الجديدة، بس موجودة عناصر هناك وعندهم حماس في الهجرين، موجودة عناصر من الشباب وعندهم الحماس. يعني الجولات القادمة ستشكل تغيير بيكون مفاجئ فيها أكيد لهذه المجموعة. إنما المؤشر الأول الآن أنه تحسبون واحد من الأطراف الأثنين
اللي بيت أهله. اتحاد سيون أقرب الاتحاد بسيون. أعود لسريعا للمجموعة الثامنة، الاستاد عمر، البرق بتريم، سيئون، الأحرار بتاربة، التعاون والهجرين والقادسية. البرق بتريم يخطف الأضواء 6 نقاط من مباراتين الأولى على حساب القادسية في مباراة دراماتيكية انتهت بنتيجة 3-2. المباراة الثانية كانت على حساب الحجرين بنتيجة قاسية 3-0. البرق هل سيتأهل للدور الثاني الآن مع أن سيئون لديه أيضا ربما 3 نقاط، الأحرار لديه 3 نقاط، القادسية لديه 3 نقاط، هل البرق اقترب بشكل كبير للدور الثاني؟ والذي ما لا يقترب وهو يعني يمتلك الإمكانية يعني للوصول فيه. وهكذا أنا يبدو لي أن البرق لديه يعني لاعبين جيدين يعني في أدائهم ومكنهم منه، لأنه فريق وحدة تريم يعني من الفرق القوية وفي نفس المنطقة واستطاع أن يشق طريقه في هذه الزحام. أعتقد أنه فريق جيد ويمتلك إمكانيات الوصول إلى الدور الثاني. وأيضا البرق كانت مباراة دراماتيكية في السنة الماضية، في النسخة الماضية مباراة نعم البرق نعم والتضامع نعم على ذكرى نعم تلك المباراة. سيئون هو المنافس الأقرب للبرق وأيضا جانب القادسية، يعني الأمور والاختيارات بين الأندية الثلاثة صعبة جدا، فالنتائج هي التي بتحدد من سيطعب. يعني إذا أنت ترى أنك على مشارف الوصول إلى وتفرط في أحد مبارياتك المتبقية لك معناه أنك ما تستحق. أيضا الأحرار موجود معنا، وإذا يعني هذه الفرق يعني التنافس موجود يعني فيما بينها وهذا شيء طبيعي جدا. والمطلوب هو في كرة القدم هو عملية التنافس، والله ما فيش حد ناس بتجيب تشاهد مباريات كرة القدم. طبيعة اللعبة هي اللي تحدد بالضبط الحضور وتحدد يعني بالضبط الفوز وتحدد يعني ايش يعني المطلوب يعني في من هذا الفريق. يعني اذا كان ما لديه طموح ما بيستطيع، لكن الان فريق طامح ويشوف الطريق ونحو. اذا طرح جميل للسيد عمر. في الان نصل المشاهدين الكرام الى ختام هذه الحلقة، نشكر فيها الاستاذ عمر باشامي. شكرا لكم ولقناة حضرموت المهتمة بلعبة كرة القدم وبكاس حضرموت. يعني إذن شكرا لك أيضا الأستاذ صالح بن دغر، شكرا لك الوافد من وادي حضرموت معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا، وما بوسنا إلا أن نقدم تشكراتنا لمقدمي البرنامج ولقناة حضرموت، ونتمنى أن تظهر قناة حضرموت بثوب جميل أجمل مما هي عليه الآن إن شاء الله وتكون رائدة. شكرا لك الأستاذ صالح بن دغر. أما أنا وصلت إلى ختام هذه الحلقة، كنت معكم مراد بن حمدون، إلى أن ألقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم المفضل، برنامج الاستديو الرياضي.